الأمل كان منذ فترة طويلة في هذا الجانب مع جميع الجهات الأمنية ذات الصلة في الدولة، وخصوصا إدارة أمن المواصلات والجهات الأخرى. كانت هناك الكثير من التمارين المكتبية والسيناريوهات التي تم وضعها، والتمارين أيضا الميدانية. اليوم الحمد لله نقدر نقول إحنا على أتم الاستعداد من الناحية الأمنية وسلامة المستخدمين، أنها هي الأولوية الأولى طبعاً لنا في شركة الريل، وإن شاء الله أن نكون جاهزين لهذا الحدث الكبير.